السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. جيت نشارك معكم الطريقه ديالتي ديال الدواره، طريقه ريفيه، ويعني غادي نديرها لكم سريعه حيت عندي سميتو بزاف مشغوله بزاف، ولكن ما بغيتش نطيبها بلا ما نشاركها معكم. هانتوما كما كتشوفوا عندي هنايا الدواره راها بوحدها، ما فيها لا زيت لا والو، كنخليها حتى غتنشف من هذا الماء كله. كنتمنى تكون كتبان لكم حكا الفوار ديال سميتو، جاني مع سميتو مع الكاميرا نيشان. هانتوما راه الطريقه ديالتي ديال غسيل الدواره ساهله، وكتجي غزاله، كتجي نقيه، كتجي صافيه. كنغسلها غير بالماء سخون وندير لها واحد نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، عرفتي راه كتولي بيضه بحال درتي لها جافيل. دابا غادي نخليها تشحر هكا حتى كتنشف من هذا الماء هذا، عاد غادي نزيد عليها البصله، بصله تكون كبيره، والثومه واحد 4 فصوص ديال الثومه، وواحد مطيشه صغيره، ونخليها عاوتاني تشحر. عاد ندير لها ديك الساعه ندير لها زويته بلديه وشويه الزيت النباتيه والعطريه. المهم هانتوما معايا، كملوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالي. هانتوما من بعد ما نشفات ليا من داك الماء مزيان، راه خليتها نشفات فخطره، كنتمنى يبان لكم هذا الشيء حيت راه غير كنصور راسي. درت ليها البصله كما قلت لكم، اما بصله وحده تكون كبيره كما قلت لكم، درت بصله كبيره هانتوما، وواحد المطيشه تكون غير مويان، وربعه ديال الفصوص ديال الثوم حكيتهم، وقزبر ومعدنوس، وزيت بلديه والزيت العاديه منها غير شويه، حيت كتعرفوا الحاجه ديال الغنميره كتكون مسنه بزاف. بالنسبه للعطريه درت شويه ديال الكمون، شويه قزبر حبوب، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكنجبير، شويه ديال البزار والملحه. راه كتجي هائله هاد الطريقه هذه، بالاخص الا خليتوها تشحر بوحدها حتى تنشف من داك الماء ديالها اللي كطلق، عاد كتشحروها بحال هكا عاوتاني مع البصله والمطيشه والعطريه ديالها. ولكن دائما البوطه تكون مهيله، انا دائما كنقول لكم البوطه تكون مهيله باش كطلق داك الماء ديالها وكتشحر بخاطرها. هانتوما كما كتشوفوا معايا، كنتمنى يبان لكم حيت الفوار كما قلت لكم كيضبب ليا الكاميرا. هي راه تشحرات، عرفتي راها نتوما شوفوا البوطه كي مهيله، شحرت على خاطرها. شوفوا معايا دابا غادي نمرق بالماء طايب، كما عودتكم انا كندير الماء طايب، ما كنديرش الماء بارد نهائيا. درت شويه ديال الماء ونخليها طيب على خاطرها، وانتم معايا نشوفوا كيفاش غادي تجي الدواره ديالنا. ما المشاهدين ديالنا، من بعد ما طابت الدواره ديالنا راه جات زوينه، جات هائله، جات غزاله، جات ما شاء الله، الريحه ديالتها عاطيه فينا. بصحتكم وراحتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوناش بلي لايك وتبارطاجيو القناه، وعيد مبارك سعيد.